مسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهري هذا اليوم. نسير في هذا الانطلاق، نسير في التحدي، نسير في الإثارة. وهنا صدارة هذا الشوط والمركز الأول، من يفتتح الصدارة بديع محمد بن صالح بن حمد القمرة على الصدارة وعلى المركز الأول. الرسمي في المركز الثاني حمد بن راشد برويس لقتبي، من يأتينا أو حميد بن راشد برويس لقتبي من يأتينا على المركز الثاني مع الرسمي. أما المركز الثالث، المركز الثالث هنا يأتي مسكت مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع الباسل عبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مشوش عبد المحسن بن سالم بن حمد بن زارة المري من ينطلق خامسا. وفي المركز السادس يأتينا هنا مدلهق، يأتينا لمحمد بن سالم بن راشد برقراقي المزروعي هنا مع مدلهج في هذا الأداء الجميل. وعلى المركز السابع يأتي الفايز لسعيد بن جابر بن حمد بن حزاب المري المنطلق سابعا. وفي المركز الثامن، المركز الثامن سراب لمحمد بن يبعى بن عبيد الشامسي من يأتينا هنا على المركز هذه اللحظات الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع المنطلق هنا مزراق لسلطان بن سالم بن سعيد بن غدير لقتبي. وعلى المركز العاشر شاهين سيف بن مصبح بن جاسب لمسافري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هنا هو السندباد هنا ينطلق في هذه اللحظات مع بديع محمد بن صالح بن حمد القمرة المري على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الرسمي في المركز الثاني لحميد بن راشد برويس لقتبي من يأتينا على المركز الثالث هذه اللحظة المركز الثاني. أما المركز الثالث مشوش عبد المحسن بن سالم بن حمد بن زاهرة المري من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مسكت مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. وفي المركز الخامس هناك ياتينا مدلهج، مدلهج محمد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي مع مدلهج على المركز الخامس. سادس المراكز الباسل عبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري، هو وصل هنا المكروف مع سراب محمد بن يمع بن عبيد الشامسي من ينطلق في هذه اللحظات بهذا الاداء الجميل سابع المراكز. المركز السابع مزراق سلطان بن سالم بن سعيد بن غدير مع مزراق على المركز الثامن. المركز التاسع الفائز لسعود بن جابر بن حمد بن حنزاب المري من يأتينا تاسعا. وفي المركز العاشر جايين السيف بن مصبح بن جاسب لمسافري من يأتي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى بديع الذي يبدع على الصدارة، يبدع على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بديع لمحمد بن صالح بن حمد القمرة المري على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني يأتي مشوش عبد المحسن بن سالم بن حمد بن زارة المري ورسمي. هناك الحميد بن راشد برويس لقتبي من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هو صلا سراب يتسرب من مركز إلى مركز في هذا الانطلاق، وعين على صدارة، عين على المقدمة لمحمد بن يمعى بن عبيد الشامسي من ينطلق في هذه اللحظات هنا على المركز الرابع، وعين على الصدارة مع شعار صعب المضمرين وبقيادة محمد بن فريش تابعه في هذا الانطلاق المميز الجميل. أما على المركز الخامس، المركز الخامس مسكت مبارك بن محمد بن زايد
الخيارين وياتينا الباسل عبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري بهذا الانطلاق المميز الجميل وثامن مار المركز السابع المركز السابع المركز السابع والتسلل من الفائز سعود بن جابر بن حمد بن حنزاب المري وياتينا مزراق سلطان بن سالم بن سعيد بن غدير بهذا الانطلاق المميز وتاسع المراكز وصل هنا ايضا بوتاسب شاهين سيب بن مصبح بن تاسب المسافري من ياتينا على المركز التاسع وفي المركز العاشر المتحد العلي بن سلطان بن علي الرفيسة لقتبي هنا مع المتحد على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى يا سلام التحديات جميلة هنا بهذا الأداء المميز الجميل وشعارات ولكن سراب من تسرب على الصدارة تسرب على المقدمة تسرب على المركز الأول سراب من انطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول هنا العبيد بن يمعة بن عبيد محمد بن يمعة بن عبيد الشومسي ولكن رسمي رسمي من الجانب الثاني هناك الحميد بن راشد برويس لقتبي من ينطلق على المركز الأول في هذه اللحظات المركز الثالث الوصول من قبل الفائز لسعود بن جابر بن حزاب المري وهناك مشوش عبد المحسن بن سالم بن زهرة المري وعلى المركز الخامس الباسل عبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري ومزراق مزراق سلطان بن سالم بن سعيد بن غدير يا سلام المركز السابع اسم جديد هنا تعز وصل وصل تعز هنا لمحفوظ بن خميس لنيبي مع تعز من وصل بهذه الانطلاقة الجميلة يا سلام نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى رسمي المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول ويبغى السلام لأهالي المدام في هذا الانطلاق مع الكيلومتر الأخير هنا 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 إذن رسمي لحميد بن راشد برويس لقتبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول المركز الثاني هنا جساس قادم جساس قادم بكل قوة جسوس جسوس جساس ما يبنى لطاري أول ندى لجساس سنة لساري بن محمد بن كراز المهيري من ينطلق هنا أيضا بهذا الأداء على المركز الثاني وعينه على الصدارة المركز الثالث سراب على المركز الثالث هنا لمحمد بن عبد عبيد الشومسي ووصل المتحد وصل المتحد العلي بن سلطان بن علي الرفيس الاكتبي السلوم التحديات جميلة الله 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 التحديات جسار والمتحد وسروب ثلاثية ثلاثية ولكن المتحد يتسلل وجسوس صومد وهنا سروب ثلاثية جميلة يا سلام والمتحد المتحد على الصدارة على المقدمة على المركز الأول المتحد العلي بن سلطان بن علي الرفيسة ليقتبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وسروب قادم ولكن المتحد 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 هو الأقرب للفوز الأقرب للناموس المتحد العلي بن سلطان بن علي الرفيسة ليقتبي سلام الزيد سلام وشكرا يا عبد الله يا ابو خلفان على هذا الأداء الجميل المركز الثاني وصل هنا سراب محمد بن عبيد الشامسي وسقساس ساري محمد بن كراز المهيري ووصلنا مسكت بارك محمد بن زايد الخيارين ورسمي في المركز الخامس لحميد بن راشد برويس من وصل على المركز الخامس هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل نعود بالتهنية لمالك المتحد علي بن خلف علي بن سلطان بن علي الرفيسة لقتبي تهانينا والناموس والسلام لأهالي وتسع دقائق مشاهدينا الكرام تسع دقائق 43 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز لعلي بن سلطان
بن علي الرفيشة، والمركز الثاني سراب بتسع دقائق 43 ثانية، تسعة من الأجزاء من الثانية لمحمد بن جمعة بن عبيد الشامسي، والمركز الثالث جساس بتسع دقائق 44 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهناك ساري بن محمد بن كراز المهيري، وشكرا للجنرال على هذا الأداء المميز جساس. تهانينا والناموس للجميع.